اختتمت مساء أمس فعاليات مسابقة روادنا التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون الشباب بالتعاون مع وزارة التربية وشركة BWC. وشاركت في المسابقة هذا العام 12 مدرسة تمثل المناطق التعليمية الست، وتهدف المسابقة لدعم الشباب الكويتي وإبراز طاقاته. كما تخلل الحفلة تكريم الفائزين بالمسابقة والقائمين عليها. إن مشروع روادنا الذي نحتفي به اليوم هو تجسيد للتعاون المثمر والشراكة الفعالة بين وزارة الدولة لشؤون الشباب ووزارة التربية وشركة BWC الاستشارية العالمية، وهو أول مشروع من نوعه بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة من الجنسين. إن الفائز الأول في هذه المسابقة هي الكويت بأبنائها المبدعين ومؤسساتها المخلصة لهذا الوطن.